المحجة البيضاء للصوفية تقدم قراءة لرسالة بعنوان بداية الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بعث الله عز وجل رسله إلى أقوام مشركين يعبدون مع الله آلهة أخرى، فدعا الرسل أقوامهم إلى الإسلام دين التوحيد، فكان أول ما بدأوا به هو الأمر بعبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وذلك هو قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت هو كل ما يعبده المشركون من دون الله عز وجل من جن أو إنس أو حجر أو شجر أو غير ذلك. فكان المستجيب لدعوة الرسل أول ما يفعله أن يكفر بما كان يعبده من دون الله ويؤمن بالله وحده، كما قال: الذين عاينوا عذاب الله آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهم حقيقة أتوا بالإيمان المطلوب منهم، ولكن بعد فوات الأوان. فقوم نوح مثلا كانوا يعبدون مع الله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فدعاهم نوح عليه السلام لأن يعبدوا الله وحده ويكفر بما يعبدون من دونه. فمن أسلم منهم أول ما يفعله هو أن يكفر بهذه الآلهة المعبودة من دون الله ويخلص العبادة لله وحده، وذلك بالاعتقاد والقول والعمل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه الله لقوم يشركون بالله ويتخذون من دونه شركاء وشفعاء يعتقدون فيهم النفع والضر ويتوجهون لهم بالعبادة، يتقربون بعبادتهم إلى الله، وكانوا يحسبون أنهم على حق وأنهم على ملة إبراهيم. وكان لهم أيضا شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للا إله إلا الله، فاستكبر أكثرهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ومنهم من آمن وكانوا يزدادون شيئا فشيئا. وأول شيء يفعله من أراد أن يدخل في الإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتبرى بهذه الشهادة من دينه الأول الذي بناه على الشرك بالله، ويدخل في الدين الجديد الذي عرف أن لا إله إلا الله هي أصله وحقيقته اعتقادا وقولا وعملا. ولا شك أنه كان يعتقد أنه على حق أيام شركه وجاهليته قبل معرفته بالإسلام. فلما عرف أن الإسلام هو دين الله الحق صار يعتقد بطلان ما كان يدين به أولا. فبدخوله الإسلام اعتقد أنه انتقل من باطل إلى حق، ويلزم من ذلك أن يعتقد بطلان ما يدين به قومه، وأن الحق هو دين الإسلام ولا دين لله غيره. فالكفر بالطاغوت هو دعوة جميع الأنبياء، وهو أن يعتقد المرء بطلان ما يعبد من دون الله ويجتنبه ويبغضه، ويكفر كل من عبد مع الله غيره ولم يؤمن بالله وحده. فالكفر بالطاغوت هو الكفر بالمعبودات كلها إلا الله وتكفير عابديها، وهو اعتقاد وقول وعمل، كفر بالمعبود وبعبادته وبعابديه. ومن المعبودات الباطلة هذه الأيام القبور والأشجار والأحجار والعيون والمشاهد التي يصرف لها ما لا يستحقه إلا الله، والحكام والرؤساء والعلماء الذين يشرعون مع الله فيضعون للناس أحكاما وعقائد ومناهج ما أنزل الله بها من سلطان، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحله، ويستبدلون بشرائعهم ومناهجهم شريعة الله عز وجل. ومن العقائد التي شرعها دعاة الضلالة ليهدموا بها دين الإسلام عقيدة عدم تكفير الجاهل للتوحيد ما دام يردد كلمة التوحيد وينتسب للإسلام، والعقيدة التي يدندن حولها الألبانيون والبازيون والعثيميون وغيرهم، وهي عدم تكفير المشرعين من دون الله والمتبعين لتشريعاتهم، والعقيدة التي يدعو إليها الجهاديون، وهي أن تكفير المشركين ليس من أصل الدين وغير ذلك. فكما أن الإسلام لا يصح إلا بالكفر بما شرعه الحكام وأعوانهم من القوانين التي لم يأذن بها الله، كذلك لا يصح الإسلام إلا بالكفر بالعقائد التي وضعها دعاة الضلالة التي تخالف عقيدة التوحيد وما يتعلق بها كعقيدة تكفير الكافر. فالإسلام هو أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا،
لا في العبادة ولا في الحكم ولا في الولاء. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وليس الدين بالتمني ولا بالتحلي، إنما الدين توحيد الله بالقول والعمل.